على المعتصم بالله، أخبار عن تحرير اللواء 43، هل لديكم المزيد من التفاصيل؟ نعم، قامت كتائب الجيش الحر في منطقة اللجا وما حولها باقتحام اللواء 34 المتواجد في بلدة المسمية المجاورة لمنطقة اللجا. تمكن الجيش الحر لغاية اللحظة من السيطرة على أجزاء من اللواء، ما تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة داخل اللواء. ذوي الانفجارات يهز المنطقة بالكامل، قوات النظام تقوم باستخدام تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، قوات النظام أيضا ترد بالقصف العنيف براجمات الصواريخ على معظم قرى منطقة اللجا بالكامل. حصيلة الشهداء التي وصلتني إلى هذه اللحظة، شهيدين من أبطال الجيش الحر جراء الاشتباكات، الشهيد الملازم المشتق محمد جهاد الغزالي والشهيد الرقيب المشتق محمد الغزالي. ونحن الآن بانتظار بيان من كتائب الجيش الحر التي قامت بالعملية تطلعنا عن التفاصيل التي جرت أثناء تحرير هذا اللواء في مدينة درعا. أيضا نعم، قبل الاستمرار معتصم، اسمح لي بالمقاطعة، أين يقع هذا اللواء بالضبط؟ نعم، هذا اللواء يقع في بلدة المسمية المجاور لمنطقة اللجا. وما أهميتها المعتصم؟ نعم، هذا اللواء يحوي على العديد من دبابات وجنود وشبيحة الأسد، قاموا بقتل الكثير من الأبرياء في منطقة اللجا. اللواء يقوم بقصف قرى اللجا تتواجد فيه المدفعية وراجمات الصواريخ. نعم، في مدينة درعا استمرت الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي بين عصابات الأسد والجيش الحر في ساحة بصرة ومحيط منطقة السوق، في ظل حصار أمني خانق تشهده معظم أحياء مدينة درعا، انتشار كبير للقناصة أيضا. كما امتدت الاشتباكات لدرع البلد بالقرب من حاجز أبو بكر الصديق. الآن تدور اشتباكات عنيفة على أطراف طريق السد بعد محاولة قوات النظام لاقتحام طريق السد في هذه اللحظات. هذا وقصفت عصابات الأسد بعد منتصف الليل وصباح اليوم أحياء طريق السد والمخيم بدرعة وبلدات التيل. نعم، ماذا عن ساحة النبعة في العنعيمة المعتصم بالله؟ أخبار نعم. عن انتشار الجثث وعدم استطاعة الأهالي للوصول لهذه الجثث. نعم، ليلة البارحة وبعد اشتباكات دامية بين أبطال الجيش الحر وعصابات الأسد، قامت قوات الأسد ليلة البارحة باقتحام بلدة النعيمة المنكوبة التي تم إعدام خمسة أشخاص مدنيين إعداما ميدانيا وتم حرقهم. أيضا هناك كثير من البيوت تم تدميرها بالكامل على رؤوس ساكنيها. هناك أكثر من 100 منزل تم حرقها وتكسير عدد كبير، تكسير وتخريب مسجدين. أيضا هناك بيوت تم تدميرها بالكامل بنسفها بعبوات التي إن تي في مدينة النعيمة. نعم، شكرا لك المعتصم بالله مراسل شبكة شام من درعا للمعلومات التي وافيتنا بها.